طلب اللي بقى معناته قوم 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 يا زلمه شو انا هذا الله يا يعني كساش بك يا زلمه شو خذ لي شوي زلمه الله انت بالحوية دخلص على الباب كلب مصيبه 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 علي الحرق على المزق ايش يا شباب مع شاي دخلوك مع دخانش انا الله صحيح زلمه لا ايش بك فجعان الله بدي اياك بالضبط يا اخوك بدك تبين على ابوك ايش بقى بقول لك اسمع والله يعني كرمالي نايم بس دروب يا عم احكي دروب على الحرام انا ما عندك ايش هو تكمل الله جعله يا غازي لا بخاف يا كني اكترت يا كني والله ليش من عليك والله عليك حشيش اتشرق يا كلب بخاف يا كني والله انا بغزي ضايع كل شيء ليكون كل شيء ماني خبر يا عم والله لا قتلتي غازي طفي غاي احلى بكرات دخيل ربك يا نور الله يسعدك يحفظك شكرا على ضيافتك يا عم ابو غازي مره ثانيه